بسم الله الرحمن الرحيم. خليل القديمي رئيس نادي دادا سبايك، الحمد لله كيف كتشاهدوا واحد النجاح كبير ديال هذه التطورات الرياضيه اللي كتجاوزوا عارف المطار اللي عرفت في البرنامج ديالها واحد لاباغات ديال المطار، ومن بعد واحد احساس الموتور بريباري، ومن بعد يكرموا النساء اللي كانوا معنا في هذه لاباغات هذه. كنشكر جميع الجمعيات الانديه والجامعه الملكيه المغربيه للدراجات الناريه اللي صارت حتى هي على التنظيم هذا، وكاع لي زورغانيزاسيون اللي كانوا معنا في التنظيم والناس، شكر جزيل. وكنشكر المغاربه كاملين اللي ساندونا في هذه التظاهره، وان شاء الله نوعدهم في المستقبل العاجل يكون شي تجمع اخر ان شاء الله. دجاج انواع الدراجات من 125 من الميني سكوتر حتى وما فوق، فهمتيني كلشي لي كاتيجوري كانوا، والحمد لله راه كندوي تزوجات واحد 1000 موطار اللي كانت معنا اليوم ان شاء الله. البرنامج هو كما قلت لهم كانت واحد لاباغات ديال المطر، من بعد كان تحسن احسن موتور وتكمل التكريم ديال النساء وواحد لو شو ديال الدراجات الناريه. السلام عليكم، معكم حافظ بايكال ولد كازا 29 عام. اخويا اليوم كاين عندنا تظاهره ديال الدراري اللي موتور ديال المغرب كاملين اللي منظمها بطبيعه الحال دادا سبايك، اللي مشاركين فيها جميع الجروبات ديال المغرب كامل، منهم الجروب اللي كنتمي ليه انا اللي هورمانوس. اول حاجه كنستافدوا منها اننا كاع الدراري كنتجمعوا كاملين، يا ولاد كازا ولاد الرباط ولاد مراكش ولاد كازا، حيت قليل فاش كنتجمعوا بحال هكا. وعاوتاني كنستافدوا اننا كنكونوا خوت مع بعضياتنا، كتعرف الدراري اخرين، كتعرف الدراري من دون اخرين، كتكون واحد علاقه زوينه ما بين الدراري اللي موطار. لا هادشي من مالنا الخاص، يكذب على الكذاب اللي يقول لك شي واحد انا واخد شي حاجه، بلا انا مصارف من جيبو، ليسانس من جيبو، شاري موتور ديالو، حتى المصاريف ديال الترونسبور اللي متنقلين كلشي خاسر من جيبو. ديجا جاو عندي الدراري دابا صحابي من مراكش، شي جي عندنا من فاس، شي جي عندنا من طنجه، الحمد لله كلشي خاسر من جيبو. علاش كنديروا هادشي؟ باش كنعطيو واحد الصوره زوينه للدراري اللي موطار، فهمتيني؟ حيت كاع اغلبيه كيقول لك انتوما صحاب المطر كطيروا، انتوما صحاب المطر كتمشيو بالجد، لا بالعكس، كاينين واحد النسبه قليله اللي هي اللي كتخسر السمعه ديالنا. حنا كنديروا بحال التظاهرات باش كنبينوا الناس اننا راه صحاب لي موطار، الدراري زوينين، عقليه موطاريتي زوينه، كيف ما كنشوفوا في اوروبا كيدير كل عام كيدير واحد التظاهره اللي بحال هذه. اللي شحال ما شفناش بحال هكا، انت كتشوف تبارك الله بنادم اجي، هاد الهوايه ما كتسمعش ان ضروري خصك يكون عندك واحد السن محدد، تقدر صغير كبير مرا راجل ما كتفارقش بيناتنا، وكاملين الحمد لله خوت مع بعضياتنا. كيفاش التظاهره اليوم؟ التظاهره الحمد لله لحد الساعه كتبان لي زوينه، كلشي زويون، الدراري تبارك الله كلشي استجب للدعوه وكلشي حاضر، ونتمنى ان شاء الله كل عام تكون بحال التظاهره هذه. واخا عندي واحد دنيا بوكيره، عندي كاوازاكي R6N. اليوم جيت لهاد ليفينمون ديال لي موطو، تنظيم بزاف ديال لي جروب دادا سبايك فاميلي رايدر. هاد المنظمه كانت في المستوى، كان كلشي زوين، داز كلشي مزيان، تنظيم في المستوى كلشي مزيان، داز كلشي زوين. من كنشكروا الحاج داداس على هاد ليفينمون هذا اللي حضر ليه تقريبا حضروا ليه لي موطار ديال المغرب كامل، صراحة كلشي فرحان، كتلقى جميع الفئات العمرية هنا كتهتم بهاد ليفينمون هذا، سيرتو لا باسيون ديال لا موطو اللي شي حاجة اللي بزاف اللي كندوي على راسي أنا، اللي من الصغر كنحب هاد الهواية هادي. من هاد المنبر كنتمنى من المسؤولين
ونجاو نحضروا لهذا ليفينمون كما كتشوفوا هنايا، ويشوفوا كاع رجال ونساء، دراري صغار، اطفال، اساتذه، مهندسين، اطباء، كلشي ابا الخدمه ديالو عنده هوايه اخرى اللي هي لا موطو اللي كيبغي يفرغ فيها. ورغم ذلك كنلقاو عراقيل من جهه اخرى عندهم مثلا على هذا المحروقات، دونك المحروقات جات زياده عمرنا شفناها في حياتنا، من نهار زادين عمرنا شفنا هذه الزياده، دونك عانينا شويه من هذه الزياده. دونك كنتمنى من المسؤولين على الاقل يشوفوا فينا، يجيو يشوفوا يحضروا لهذا، كون حضروا لهذا ليفينمون هذيك الساعه يحسوا بينا. دونك حنايا كنتمناو ينقصوا لينا غير شويه بعدا، حيت صراحه نورمالمون سيكونديرام اللي كنا كنديروا في لا موطو باش دوز لك دو جور بار اكزومبل، دابا ولات 100 درهم كدوز لك غير نهار واحد، خدمه الدار عاوتاني كتبدا شي غرض خفيف خصك تعاود دير ليسونس. دونك راه دي فوا ما كنقدرش نهز الموطور لهذ الاسباب. دونك كنتمنى ينقصوا من الاسعار ديال شي علوه كتعملوا. السلام عليكم، معكم ايوب خلوفي من مدينه سلا. انا الحمد لله فرحان اليوم اللي شاركت في هذه المسابقه ديال دادا سبايك، والحمد لله تلاقينا دراري جداد وتلاقينا اصدقاء ديالنا ما شفناش من مده. الحمد لله كانت جوله زوينه والله يوفق الجميع. تبارك الله داكشي في المستوى، كانت جوله مزيانه، داكشي منظم، الحمد لله الامن حتى هو داير خدمته والله يسر، الله يوفق الجميع ونطلبوا السلامه للجميع. وهادشي تبارك الله كيعرفك على دراري جداد وكيخليك تاخذ كما كيقولوا الانسان كيشوف كيفاش انسان موطار بيان ايكيب بي، وداكشي كياخذ عليك واحد الفكره زوينه، ما كتبقاش ديك الفكره ديال الموطار اللي هو راه كيخرج مثلا كيدير الفوضى وسط المدينه، ولا انسان كيكون بيان ايكيب بي ونقي موطور ديال السفريات هادشي اللي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.